قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن قوات الأمن اليمنية اعتقلت عشرات المتظاهرين وممن ترى فيهم خصوما للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ بدأت المظاهرات المعارضة للسلطات اليمنية في فبراير شباط من عام 2011. ووثقت هيومان رايتس ووتش 37 حالة لجأت فيها قوات الأمن لاحتجاز أفراد لأسابيع وأيام وشهور أحيانا دون اتهامات، من بينها 20 حالة لأشخاص ظلوا وراء القضبان وآخرين تم القبض عليهم بعد نقل السلطة في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات سيد محمد ناجي علاو. سيد محمد ناجي، أرحب بك في حقوق الناس. بداية، ما الذي رصدته منظمتكم من خلال اطلاعها على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في التوصيف القانوني لتلك الاعتقالات الذي تحدثت عنها هيومان رايتس ووتش؟ السلام عليكم ورحمة وبركاته من الله، وسعيد بالتحدث عبر قناة الحوار، وإن كنا نتحدث حول أمور غير سعيدة وهي الاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب الذي صاحب الثورة الشعبية وكان أيضا سلوك سائد لدى جيش الأمن. طبعا الهيومان رايتس ووتش حضرت اليمن أخيرا، هي تقول أنها رصدت 37 حالة أو 37، لكن حقيقة الاعتقالات خلال فترة الثورة الشعبية تجاوزت بضع آلاف من المعتقلين، ما بين اعتقال قصير واعتقال طويل وإخفاء قسري، ولحكمة الثورة أيضا. وقد اعتادت الأجهزة اليمنية وخاصة منها أجهزة الاستخبارات أن تعتقل الناس من قبل وأثناء الثورة الشعبية دون أن تكفل أي حقوق نص عليها الدستور والمواثيق الدولية، من اتصال المعتقل بأهله، من حفظ كرامته، من عدم تعرضه للتعذيب. بالعكس، كل ذلك يتم، يعتقلون ثم يخفون قسريا عن أهلهم لشهور ويوضعون في جنازة انفرادية وبعضهم يعذب، فلا طبعا أكبر مما وصفته. نعم، يعني فيما وصفته هيومان رايتس ووتش وما ذكرته في تقريرها من حالات تجاوز فيها رجال الأمن اليمنيون صلاحياتهم في اعتقال واحتجاز أشخاص لأيام وأسابيع وحتى أشهر، في هذه الحالات يعني التي وثقتها هيومان رايتس ووتش، كيف يمكن محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؟ بالتأكيد القانون اليمني يحط على أن من يعتقل شخصا خارج القانون إذا كان ذا سلطة عامة السجن فيه 5 سنوات، فإذا صاحب ذلك إيذاء أو تعذيب فقد يصل السجن إلى 7 سنوات و10 سنوات أيضا. لكن سنصطدم اليوم بمشكلة قانون الحصانة الذي أعفى الأجهزة الذي اعتقلت لأسباب سياسية من الحساب، وهو طبعا كان غير دستوري يقينا ولا يتوافق مع قرار مجلس الأمن، لكن هو عائق إلى حد ما، إضافة إلى ضعف جهاز القضاء بل واستلابه شبه الاستلاب الكامل من قبل الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليه، والتي جعلت ضباط الأجهزة الأمنية أنفسهم هم الذين يقودون النيابة العامة ويترأسون كالنائب العام، يعني كمنصب النائب العام، وأيضا اختراق بقية أجهزة القضاء. فالصعوبة تتمثل في أن سلوك أجهزة الأمن سلوك من قبل الثورة ولم يلقوا عقابا نتيجة اعتقالهم الناس. طيب، ولكن هذا الإسقاط ما يسمى بالحصانة السياسية، وفي الثورة تطمن اليوم بقانون الحصانة. طيب، قانون الحصانة سيد محمد ناجي علاو، قانون الحصانة يعني هل ينسحب على كل تلك الانتهاكات والتجاوزات؟ هناك حديث عن من خلال هيومان رايتس ووتش لوجود اتهامات محددة وواضحة في التجاوزات في اعتقالات دون أسباب دون وحتى توجيه تهم، هل والأدلة الموجودة في مثل هذه القضايا، هل قانون الحصانة سيصبح ربما يمسح كل هذه الجرائم والانتهاكات؟ والله يفهم من قبل الفريق الذي كان حاكما وما زال حاكما حقيقة باعتبار أنه يشكل نصف الدولة وما زال مسيطر على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تقريبا، يفهموه بهذا المعنى بأنهم قد أعفوا وقد تم تبييض صفحتهم حول هذا. لكن نحن كرجال قانون وحقوق
نفهم من خلال قرار مجلس الأمن الذي هو الحاكم اليوم لليمن من حيث أنه جعل اتفاقية التعاون الخليجي هي حلت محل الدستور، فهي تكون إعلان دستوري. نص هذا القرار بأن لا يعفى من ارتكب جرائم ضد الإنسانية من الحقائق. حتى لو كان ذلك مرتبطا بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في إشارة واضحة بأن كل تلك الانتهاكات كانت تحت حكمه. يقينا نحن نفهم هذا الأمر لو كان لدينا قضاء جيد، وقد رفعنا حقيقة عدد من القضايا لمن قتلوا أو أخفوا أو اعتقلوا في الفترات الماضية، ونجرب بها بهذه القضايا موقف القضاء الهندي اليوم بعد الثورة، بعد أن تحرر جزئيا من أيمن الصالح. حقيقة نحن نرى بأن قانون الحصانة يتوافق مع اتفاقية التعاون الخليجي الحاكمة كما قلت لليمن اليوم، ولا مع قرار مجلس الأمن ولا مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، ويمكن تجاوزه بكل سهولة. خاصة كيف يمكن تجاوزه؟ هل من خلال عملكم في المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع المنظمات الدولية يمكن دفع هذه القضايا إلى المحاكم الدولية لمحاسبة من قام بها حتى لو كان الرئيس المخلوع صالح وأعوانه؟ والله تعرفون يا أخي إنه المحاكم الدولية تقتضي أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن بإحالة مثل هكذا قضايا، ومجلس الأمن الحقيقة في القضية اليمنية يتعامل معها ويجعل أمر سيف للتلويح به للضغط على صالح من أجل استكمال تسليم السلطة من قبل أولاده الذين ما زالوا يسيطرون على المؤسسات العسكرية والأمنية وعلى جزء كبير منها. بالتالي يعني الإحالة لا تكون إلا بقرار مجلس الأمن، وهذا أمر يعني هذه الإحالة لقرار مجلس الأمن حصرا إلى المحكمة الجنائية الدولية. البعض يرى بأن هناك حتى محاكم أوروبية لا تتطلب إحالة أي قضية إليها قرارا من مجلس الأمن، على اعتبار بأن المبادرة الخليجية كما تقول نصت على من خلال ما يسمى بالحصانة السياسية على عدم محاكمة الرئيس وعدم محاكمة أعوان الرئيس، فهل هذا سيغلق الباب أمام إمكانية أن تحملوا تلك الملفات إلى محاكم أخرى غير المحكمة الجنائية الدولية؟ على كل هذا التساؤل مطروح سيد محمد ناجي علاو، سنحاول استضافة محمد ناجي علاو مرة أخرى في حقوق الناس ومتابعة الحديث في هذا الملف. المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات محمد ناجي علاو كان معي عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك.